موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك. طبعا أنا هلأ خلصت من الحنة راجع على حي قتيبة اللي موجود في عين الباشا، لأنه لك حيان الحاج علي رجع قال لي مرة ثانية إنه تعال شوف الحفرة هيو مسكروها، هاي نجي أشوف الحفرة. طالما إنه أنا قريب بالحنو جاي أشوف لك الحفرة يا أخ حيان، نشوف كيف سكروها. إن أكثر من واحد كانوا، واحد بتخبى فيها ولد صغير وثاني بتخبى فيها خروف. خلينا نشوفهم. بتوقع من هون على الشمال، أنا ماشي على ذاكرتي لسه، على ذاكرتي من الفيديو اللي أنا جيته، لأنه كان فيديو بالنسبة لي صعب والله. يعني أنا ماشي، كانت الدنيا بتوقع كانت شتاء يعني مشتية، وكانت الحفر كثير كبيرة اللي في الشارع. هذا هو الشارع بتوقع، هذا هو. خلينا نشوف يا خي، هاي طلع هون بون اخدود، يعني سكروها ما سكروش الخدود هذا ليش؟ مطب فيه في النص خارطة نيوزلندا. خلينا نكفي نشوف. يعني والله بنبسط أنا، يعني لما يكون الشارع معمول بنبسط، وبتمنى زي ما حكيت قبل شوي انه ترجع البلديات تحط مهندس مسؤول عن الطرق يطلع يلفلف في الشوارع ويشوفها. هذا بتوقع هون كان في واحد، بس هذا مش مبين انه في شيء هون مرصوف ولا معمول ولا كعك، ما بعرف. نكفي كفي لقدام. بتذكر هاي هي الشوارع اللي انا لفيت فيها. الشارع كله مزفت. نعم هذا الشارع كله مزفت، هاي مبين عندي هون كله جديد مزفت. نعم هذا هو الشارع انا مشيته، بس مزفتينه كامل. طب والله كويس ممتاز، انا كثير مبسوط انهم عملوه، انا كثير مبسوط. بتوقع هو نفسه، لانه بتذكر كان مفصول بجزيرة وسطية، فاذا هو نفسه الشارع اللي انا مريت منه. طب كويس والله انه مزفتوه، وان شاء الله عقبال باقي الشوارع، يعني ان شاء الله عقبال باقي الشوارع. نشوف وانا على الشمال شو عندنا، طالما انه في عين الباشا. انا كنت اصور في الحنو، بس لاحظت قراءة التعليق تبع هي هون كمان برضو مزفتين زي ما انتم شايفين، مسجد البر والاحسان بتذكر اني صورته. هاي شايفين كيف مزفتينه كامل. طيب كثير حلو والله مبروك لهالمنطقة. انا صورته قبل سنة، يعني بعد سنة اجوا وعملوه. كويس، مش مهم حتى لو اجوا بعد سنة، المهم انهم عملوه. فعلا شارع صار جميل، بس شوفوا المطبات نفس العادي. يعني يا جماعة مش فاهم انا، يعني يعملوا المطب بشكل جميل ودهنوه خلوه يبين. يعني صار المطب زيه زي الصاين على الشارع، زي الصاين لازم ركبوه، يعني انشال ورجع ركبوه واحد غيره. بس حلو يعني حطوا عليه اي واحد ثاني، شايفينه؟ بعرفش اذا بين، هسه بين معاكم. يعني حتى المطب سيء جدا. اوكي سكروا الحفر، يعطيهم الف عافيه والشارع صار جميل، بس المطبات سيئه جدا. نشوف هذا المطب اللي بعده، يعني مش عارف ليش كل المطبات هاي كثير يا جماعه، والله كثير، ثلاثه ورا بعض ولا واحد فيهم شكله شكل مطب. والله ما عارف شو بدي احكي. شكرا على الشارع. خلاص احنا نمسك في الكبيره، هاي كمان مطب. يعني مطبات غريبه عجيبه والله صدق. مبروك يا اخ حيان على انهم زفتوا لك الشارع، يا ريت المبروك وعقبال الشوارع الجايه. لهون انا بقول لكم ليوم جديد وفيديو جديد ومكان جديد، مع الف سلامه.